دي تمشي جمع. ها احنا قلنا تبقى جمع امتى؟ فيها ايه او لين؟ دي مش جمع. لو فيها اي تريجونومتريك فانكشن تبقى بيتا الصوره الثانيه، صح كده؟ يبقى هي بيتا الصوره الثانيه. بصوا كده على الصوره الثانيه، الصوره الثانيه فيها ساين مضروبه في الكوزاين، ساين مضروبه في الكوزاين، يبقى انا لازم اخلي الصوره ده هي ساين مضروبه في الكوزاين. اعمل ايه؟ سام الصفر مثلا. ايوه بالظبط كده، بلاش فلغ كده. ناس كتير قوي يقول لك انا هخلي ده هي الكوزاين سكوير كل سكوير، واشيل الكوزاين سكوير اخليها واحد ماينس ساين سكوير، ولف كتير قوي. هي ملهاش حل خالص غير انها تبقى انتجريشن من 0 لباي على 2 كوزاين باور 4 ثيتا مضروبه في ساين باور 0 ثيتا. دي ثيتا مش اي حاجه، باور 0 بواحد، يبقى كاني ما عملتش حاجه، صح كده؟ بس حققت القانون اللي هو يقول لك ساين مرفوع لباور في كوزاين مرفوع لباور، ساين مرفوع لباور في كوزاين مرفوع لباور. يبقى تيجي كده في النهايه مش بقى كده، ما ينفعش تقول لي هزود ده واحد وزود ده واحد، لان ده 2 ام ماينس 1 و2 ام ماينس 1، هنا 2 زياده. يبقى هتقول الباور اللي فوق ده 4 هي نفسها 2 ام ماينس 1، يبقى ال 2 ام بتساوي ايه؟ ها حد الناحيه دي يبقى 5، يبقى ال ام بتساوي كام؟ 5 على 2. يبقى ده هي بيتا ال ان ب 5 على 2. طب الام الثانيه 0 هي 2 ام ماينس 1، يبقى ال 2 ام بتساوي كام؟ 1، يبقى الام بتساوي كام؟ نص، تطلع بيتا 5 على 2 ونص. واضحه؟ هي مجرد بس ما عنديش غير الكوزاين، وقمت حاطه ساين باور 0 عشان يبقى عندي ساين كوزاين وساين كوزاين. هاخد الباورين اللي فوق دول، تاخد الباور ده تساويه ب 2 ان ماينس 1 وده ب 2 ام ماينس 1، او لو عكست الان مكان الام مفيش مشكله. احنا لسه قايلين الان والام مفيش فيها مشكله. النقطه الثانيه الديفينشن ده هنا جواه مين؟ 2. يبقى الحته بتاعت الانتجريشن دي كلها بتساوي ايه؟ مش بتساوي بيتا على 2؟ يبقى الحته بتاعت التكامل دي كلها بتساوي بيتا على 2، هي نص بيتا. يعني من الاخر الديفينشن الثاني بتاع البيتا الناتج بتاعه لازم يبقى مضروب